اول شيء في الفيديو دوت، تمام؟ في الفيديو اللي انتوا شايفينه ان هوت، هي واحده باين عليها انها صغيره او حاجه زي كده هوت. المهم يعني واحده كاتبه لها والله حرام الحلوه دي تكون مسيحيه. كومنت عادي. تخيل هي يا باشا ردت قالت ايه. اسمع. المسيحيات ملكات وسيدات على الكل. ثانيا، نحن 3 مليار عددنا أكثر منكم غصب عن رأسكم. ثالثا، غبار حذاء المسيحيات تسوى كل نساء العالم. الغبرة على حذاؤنا أشرف منكم بكتير. بتقول لك ان المسيحيات هم سيدات العالم. كلامها فيه إهانة لبنات كتير قوي من المسلمات. واعتقد ان احنا محترمين جدا عمرنا مثلا ما نيجي نقول المسلمة هي سيدة جمال سيدة العالم. ثانيا، نحن 3 مليار عددنا اكثر منكم غصب عن رأسكم. شوف اللهجة بتاعتها فيها تعدي، فيها همجية، فيها هجوم، تحس ان هي بتتخانق، مش داخلة ترد. يعني البنوتة كاتبه لها حرام الجمال ده كله يكون لواحدة مسيحية. كومنت عادي خالص. الرد بتاعها تحس ان هو فيه هجوم، فيه عنف، فيه غل، فيه حقد من جوه. وزي ما قلت لكم في مسيحيين كتير قوي محترمين، يعني ديت قذره بالنسبه لي. بس انا طالب من كل واحد بيتفرج ان هو يروح على الاكونت بتاعها. انتوا اكيد هتشوفوا الاكونت بتاعها فوقيها تحت. تعمل لابنك بلوك ليها. ليه؟ عشان ما يظهر الفيديوهات بتاعتها في المستقبل، ما تظهرش لابنك. يعني ديت بتلعب، مع احترامي برضه طبعا لاي واحد بيتفرج عليها، بتلعب في عقول الاطفال الصغيره. ثالثا، غبار حذاء المسيحيات تسوى كل نساء العالم. غبار حذاء المسيحيات تسوى كل نساء العالم. هي ما شتمتش المسلمين بس، هي شتمت بقيه الديانات كلها وشتمت كل الناس اللي هم غير المسلمين. فانا مش شايف، اعتقد لو في اي واحد مسيحي عاقل شاف الفيديوهات بتاعتها هيكون معايا، هيقول لي لا البنت دي لا تنتمي لينا، ويعتبر بتسوق سمعه الدين المسيحي، لان مفيش واحد مسيحي عاقل هيقول الكلام دوت. صح ولا انا غلطان؟ الغبره على حذائنا اشرف منكم بكتير. بتقول الغبره على حذائنا، حذاء المسيحيات، اشرف منكم بكتير. انا بالنسبه لي ان انت مالناش دعوه طبعا بالدين المسيحي، بالنسبه لي ان انت واحده خنزيره والله العظيم ثلاثه طالعه بس بتعملي فتنه بيننا وبين اخواتنا المسيحيين فقط لا غير. مش واحده زيك هتاثر ما بيننا، انت خنزيره والله العظيم خنزيره. هي يا جدعان فرحانه بجمالها وعارفه ان الاطفال الصغيرين او الناس، برضو في ناس كبيره على فكره غير عقلانيين وغير ما عندهمش دماغهم في مؤخرتهم لمؤاخذه، ممكن يتبعوها لانها جمال، فاهم؟ فيبدا يريل. او واحده تانية شايفه نفسها معفنه، لان المفروض ان الواحده تبقى واثقه في نفسها واثقه في جمالها. فاي واحده شايفه نفس، شوف بقول لك ايه، شايفه نفسها معفنه، بس اي واحده ربنا خلقها في احسن صوره شايفاك ان انت ملك الجمال، فهتتبعك وهتفضل ماشيه وراك مريله. وطبعا برضو الشباب كلهم مريلين والاطفال الصغيرين، فانت اللي بيديكي مقام الناس الشباشب دولت. فيا جماعه ما تعملوش من الخرج وهره. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بالف خير. النهارده الموضوع مهم جدا. انا كنت بقلب على التيك توك وشفت الفيديو اللي احنا هنشوفه مع بعض دوت. طبعا قبل ما ابدا الفيديو، طبعا احنا هنا في مصر المسيحيين والمسلمين كلنا ايد واحده، يعني يعتبر من واحنا صغيرين متربين على كده، وبنودهم هم بيودونا، الابتسامه دايما في وشنا، اخوات، فاهم؟ يعني احنا في وطن واحد واخوات كلنا واحد. حتى من الحاجات الجميله ان احنا في رمضان عمر واحد مسيحي مثلا بيروح جاي فطر قدامك في الشارع او واكل قدامك في الشارع احتراما وذوقا منه. فبجد هنا يعني المسيحيين، انا بالنسبه لي المسيحيين في مصر جمال جدا، واللي هو بيحترمك، وبالتالي لما واحد بيحترمك انت بيكسفك ان غصب عنك بتحترمه. فانا شفت واحده كده على التيك توك هي بتقول ان هي مسيحيه، بس انا شاكك والله ان هي مسيحيه بعد ما نشوف الفيديوهات ديت. فيا ريت قبل ما نبدا الفيديو، عشان الفيديو يوصل لكل الناس والناس كلها تاخد حذرها منها ويخلوا بالهم على عيالهم منها، لان انت عارف ان اكتريه الناس اللي بيتفرجوا على التيك توك اطفال صغيرين، تمام؟ فنكمل الفيديو للاخر وتعمل لايك جميل ويلا نبدا الفيديو مع بعض. ولو انت لسه جديد انزل بسرعه اشترك وفعل زر الجرس وخليه كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. في الفيديو ده بقى هيبدا اللي انا بقوله لك، وهتيجي تقول كلام عبد الله صح، كلام جامبو صح. هنا في واحد باين كاتب لها اي لاف اسرائيل. هي عملت ايه؟ مبسوطه،
يعني هي مبسوطه. بص، فعشان كده انا شاكك ان اصلا البنت ديت اسرائيليه وبتعرف تتكلم عربي، فاهم، وعايزه بس تعمل فتنه وخلاص. الفيديو زي ما انت شايف اهوت، ان هي فاتحه دراعاتها ومبسوطه جدا لما بيقول لها اي لاف اسرائيل، يعني انا معاك كمان وبايدك انها بتحب اسرائيل. انت لسه بقى في فيديوهات تانية برضو. هذا الكلام صحيح وانا اوافقك الراي. اعتقد ان اي واحد مسيحي محترم عاقل عارف دين المسيحيه طبعا، وسيدتنا مريم العذراء اللي هي احنا كمان كمسلمين بنحبها جدا، وسيدنا عيسى طبعا انا بالنسبه لي في ديني ان هو رسولي انا بحبه جدا، فاهم، حاجه عظيمه جدا عندي، لا يرضى بهذا الكلام. هي كاتبه ان القدس عاصمه اسرائيل الابديه، القدس عاصمه المسلمين غصب عنك وغصب عن امك، فاهم، وغصب عن اي واحد عقله زي عقل التيس زيك يا متخلفه. وكاتبه ان المسيحيين الحقيقيين مع اسرائيل الابديه. اي واحد مسيحي محترم تمام اكيد يرفض ولا يقبل بهذا الكلام العبيط بتاعك. انت متخلفه والله العظيم. واحد كده بلاها I love you my beautiful queen. فكل عندها حيحنين، فاهمني. اعتقد ان البنت ديت لو مش جميله او ما فيهاش شويه حلاوه، اقسم بالله العظيم ثلاثه ما كانش حد يتبعها ولا حد يعمل لها فولو ولا متابعه ولا يبقى عندها كل المشاهدات دي. هدي بقى الفيديوهات اللي انا بخاف منها. طبعا انا دلوقتي كواحد مسلم تمام، انا مش شيخ طبعا، انا كعبد الله مش شيخ تمام، بس مثلا في قعده صحابه هتلاقيني بحب اتكلم مثلا في الدين بتاعي زي ما واحد مسيحي مثلا بيحب يتكلم في الدين بتاعه. وممكن انت كواحد مسيحي مثلا تقنعني بفكره ما، انا كواحد مسلم ممكن برضه اقنعك بفكره ما، بس وانا مثلا على تطبيق التيك توك مش هيتعمد ان هو يطلع كومنت اللي هو انا كنت مسلم ودخلت المسيحيه بسببك، لان الحاجات ديت بتلعب في دماغ الاطفال، فاهمني. لو واحد مثلا عقيدته مهزوزه او الجذور بتاعته مش كويسه في الاسلام فممكن يتبعها، خاصه لو طفل حيحان، انت فاهم، صراحه. فانا بقى بحس ان البنت دي بتشكل خطر كبير جدا، فلازم نخلي بالنا يا جدعان. البنت كاتبه لها طلعي لي تعليقي، انا من الجزائر وبحبك وبفضلك اصبحت مسيحيه، كنت مسلمه سابقا. طب ايه الكلام؟ انت اللي بتشوف الفيديو دوت، ايه الكلام؟ انت لازم برضو تخاف على ابنك، معلش مع احترامي لاي حد لازم تخاف على ابنك، لان ديت تدعو الناس ان هم يدخلوا الدين المسيحي. اصل انا معلش انا برضو كواحد مسلم مش هطلع على تطبيق التيك توك واقول لابناء المسيحيين اللي بيتفرجوا مثلا عليا على التيك توك اللي هم صغيرين تعالوا واعمل لهم شويه حاجات واجيب لهم بنت جامده او اموره وان هي تفضل تدعيهم لدخول الدين الاسلامي، مش طريقه صحيحه ومش مكانه، فاهمني؟ هي دي فكرتي او المقصد بتاعي. إذا آمنت من كل قلبك فستنالين الشفاء الآن، إني أصلي باسم الرب يسوع المسيح الشفاء التام، حيث هناك روح الرب هناك حرية وتحرير وشفاء، نال الشفاء الآن باسم الرب يسوع المسيح، آمين. لو سمحتي أنا مسلمة مريضة كنت أصلي وأصوم عشان الله يشفيني، بس ربنا سحب عليا، استغفر الله العظيم. يعني هي بتقول إن هي بتدعي رب المسلمين اللي كاتبة الكومنت ديت، سحب عليها يعني استغفر الله العظيم ربنا ما سمعش لدعائها، فحبيت إن أنت تدعي لي أنت على أساس إن ديت مثلا استغفر الله العظيم الرسول مثلا أو ديت سيدنا عيسى مثلا، فهمني؟ استغفر الله العظيم أنا مش فاهم يا جدعان العقلية ديت، أنتوا والله العظيم ثلاثة أنتم اللي بتفسدوا الدين وبتبوظوا الدنيا وبتدخلوا كل الناس في بعض. وزي ما قلت كل المسيحيين اخواتنا في الوطن وعلى راسنا من فوق، وديت انا عارف ان هي لا تمثلكم، ماشي، انا بتكلم على الطريقه بتاعتها في نشر المعتقدات بتاعتها ونشر الفكر بتاعها في تطبيق التيك توك، ده انا بالنسبه لي غلط جدا، وانت لو مسيحي محترم هتوافقني في هذا الكلام. هي ان هو اتعامل نفسها نبي او رسول ما اعرفش ازاي، فكتب الملائكة يسمعون صلاتنا فقالت نو no.
هل الملائكة يصلون؟ هل الملائكة الذي خلقهم الله يتعبدون إلى الله؟ هل يتقربون إليه؟ هل بيصلوا زينا كبشر؟ تقول لهم نو. انت منين عرفت الكلام دوت؟ الملائكة زي وزيك عباد، ربنا خلقهم لعبادته ولأعمال أخرى، بس الأساس عبادة، فهم زي وزيك بيعبدوا ربنا. وأنا زي ما قلت لك يا جدعان، أنا مش شيخ، بس أنا كواحد مسلم غيور على ديني كان لازم أطلع أتكلم، مع احترامي لأي حد بيتفرج عليا، أنا على قد في الدين تمام، بس اتضايقت وحاسس ان دي هتشكل فتنه على الاطفال، وهتشكل فتنه ما بيننا وبين الديانات الاخرى او ديانات المسيحيه. فانا طلعت حبيت اتكلم، واللي شاركني في الراي ينزل يكتب لي تحت في الكومنتات برضو ايه رايه في الحوار ده. ليه بقى بتعمل كل دوت؟ عشان الواد اللي قاعد بقى اهو، فعلا كلامك صحيح، انا اتبعك، انا معك يا باشا، انت لو نطيتي في قلب جهنم انا معك. سوف اليوم سوف نقطع أيدينا. أيوة بالضبط، سوف نقطع أيدينا، سنلعب في أنفنا ومنخارنا. أيوة صحيح. استغفر الله العظيم يا رب، تستغل جمالها دي فعلا، اللي بتستغل جمالها والله العظيم. وأنا شاكك زي ما قلتوك، أنا شاكك إن دي إسرائيلية، دي مش مسيحية أو مش عربية، فاهمني؟ وهي بس هي تتقن اللغة العربية، حتى اللغة العربية بتاعتها تحس إنها مختلفة كده، مش العربية العربية، فاهمني؟ يعني في الأول أنا قلت لبنانية، بس دي مش لبناني برضو، فأنت تبدأ تشك. روح السيد الرب علي، لأنه مسحني لأبشر المساكين، لأبشر المساكين، لأشفي المنكسر القلوب. هو تعليق ثالث هو بيقول، أنا بسببك صرت مسيحية وعرفت الحقيقة، يسوع مخلصي وربي وإلهي، كنت مسلمة وصرت مسيحية وبفتخر، يا ريت طلعيني تعليق. حبيت اقول شكرا لكل المسيحيين يلي ساعدوني. لازم تخلي بالكم يا جدعان من التليفونات بتاعه اطفالكم، لان لقيت ناس برضو من مصر بتتابعها. لازم تخلي بالكم من التليفون بتاع اطفالكم. انا حذرت، اللهم بلغت، اللهم فاشهد. كده احنا وصلنا لاخر الفيديو، اتمنى الفيديو يكون فعلا فاتكم وفعلا استفدتم من الفيديوهات ديت. ولو حابين ان انا برضو اعمل فيديوهات زي كده هوت، ابعتوا لي الموضوع على الانستجرام وانا ممكن اتكلم في الموضوع بتاعك. ما تنسوش تشاروا الفيديو دوت في كل حته عشان الناس تنتبه وتاخد حذرها، واللي خايف على طفله زي ما قلت اتفرج على الفيديو للاخر، وشير الفيديو لكل اصحابك، واعمل لايك كبير قوي، شيره في كل حته واعمل لايك كبير قوي، يعني الفيديو دوت نوصله اكبر عدد من اللايكات. كان معاكم عبد الله جامبو من قناه عبد الله جامبو. ما تنساش تشترك في القناه من تحت، فعل زر الجرس عشان يجي لك كل جديد، خليه كل الاشعارات، فعل زر الجرس خليه كل الاشعارات عشان يوصل لك كل جديد. وسلام.